وهيئة الأرصاد بتتوقع النهاردة موجة شديدة الحرارة. الطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، صباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. خدنا بريك كده 3-4 أيام اللي فاتوا من الطقس، كان معتدل. ما كانش طبعا يعني الجو منخفض قوي درجات الحرارة، لكن كان معتدل صيفيا زي ما بنقول. لكن النهاردة احنا مع بداية موجة شديدة الحرارة، عايزين تفاصيل أكتر عنها. بالفعل يمكن احنا وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية هتبدأ ارتفاع قيم درجات الحرارة، هي ارتفاعات تدريجية قيم درجات الحرارة كبداية لموجة شديدة الحرارة هتأثر على بعض المحافظات الجمهورية، لأن بالفعل الأيام الماضية كانت قيم درجات الحرارة في معظمها حول المعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة، وكنا بنسجل عظمى على القاهرة الكبرى 35 إلى 36 درجة مئوية، ما حسيناش بيها بالشكل الكبير بسبب طبعا بنسبة الرطوبة في الجو. بالظبط اللي دايما بتخلينا نحس بقيم درجات حرارة أعلى، لكن من اليوم هيبدأ سيطرة منخفض الهند الموسمي بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية، ويكون معاه كتل هوائية شديدة الحرارة، بالإضافة كمان هيكون في امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل بشكل كبير على زيادة فترات قطوع أشعة الشمس، فبالتالي هيساعد على ارتفاع قيم درجات الحرارة. الارتفاع ده بمعدل من 2 لـ3 درجات في معظم المحافظات. اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى هتكون من 37 إلى 38 درجة مئوية، مع طبعا استمرار الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة اللي هتخلي إحساسنا بقيم درجات الحرارة في الظل أعلى من القيم بحوالي من 2 لـ4 درجات، طبعا باختلاف نسب الرطوبة من محافظة لمحافظة. المحافظات الساحلية طبعا بطبيعة الحال تكون هي الأقل في قيم درجات الحرارة، لكن الأعلى طبعا في نسب الرطوبة، عشان كده أجواءها فترة النهار تكون أجواء حارة رطبة لمعظم المحافظات الساحلية. المحافظات الداخلية بتكون أجواءها شديدة الحرارة رطبة فترة النهار، وخاصة مع شدة الأشعة الشمسية. خلال فترة الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس بتكون طبعا عظمة الرطوبة، يعني احنا قيم الرطوبة العظمى اللي بتتجاوز 90 و95% في الأماكن الساحلية بتكون فترات الليل. ما ده اللي كنت عايزة أسأل حضرتك بقى عليه، منطقة العلمين وإحنا هناك بنحتفل بمهرجان العالمين، هل درجات الحرارة هنكون أقل شوية ولا نسبة الرطوبة مش هتدينا الإحساس بدرجة الحرارة القليلة؟ لا طبعا احنا عندنا المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط وتحديدا كمان في العلمين، دي من ضمن المدن الساحليه بتبقى قيم درجات الحراره فيها اقل بكثير من المحافظات الداخليه. احنا عظمى فتره النهار متوقع من 31 ل 32 درجه مئويه مع وجود نسب رطوبه هنحسها لو تاكل 35 درجه مئويه، فهي حتى مع وجود نسب رطوبه بتكون الاقل في محافظات الجمهوريه كلها. بالظبط. وكمان بيكون في نسيم البحر اللي هو نشاط نسبي كده بيبقى موجود للرياح يقلل بعض الشيء احساسهم بنسب الرطوبه. والله يا دكتور ساعات حتى على البحر ما بقاش في نسمه الهواء اللي هي بتاعت زمان اللي كنا بنقول عليها دي، يعني ساعات من كتر نسبه الرطوبه العاليه والجو الحر ما عادتش موجوده زي الاول. هو طبعا احيانا لما بيبقى فيه هدوء كامل في سرعات الرياح اكيد بنحس بنسب الرطوبه بشكل كبير، ويمكن ده اللي هنلاحظه خلال الايام اللي جايه، لان احنا الايام الماضيه كنا بنلاحظ حتى في فترات المساء ساعات الليل نشاط نسبي للرياح يقلل احساس بنسب الرطوبه، وخاصه في المدن الجديده او الاماكن المفتوحه. الايام اللي جايه اللي هيخلينا كمان نحس اكثر بارتفاع قيم درجات الحراره ان هيحصل اعتدال في سرعات الرياح في اغلب المحافظات، ده بدوره هيخلينا نحس اكثر بارتفاع نسب الرطوبه وارتفاع قيم درجات الحراره، عشان كده هنقول على فترات الليل اجواءها مائله للحراره رطبه في معظم المحافظات، فيما عدا السواحل ايضا بتظل هي الاقل في قيم درجات الحراره كمان فترات الليل، فاجواءها معتدله رطبه فتره الليل. ننوه كمان على الشبوره المائيه، لان الشبوره المائيه اصبحت ظاهره جويه مؤثره فتره الصباح الباكر على الرؤيه الافقيه، وبتظهر طبعا على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن هي ما بتاثرش على حركه المرور، يعني هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، ما تأثرش تماما على حركة المرور، بس معاهم نقاط تخفيف في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر. الارتفاع في قيم درجات الحرارة ده متوقع أن يكمل معانا على قبل ما أعرف من حضرتك هو متوقع لحد إمتى، بس إحنا كنا بنتكلم على العلمين والسواحل الشمالية، حابة أطمن من حضرتك خصوصا عن حالة البحار علشان نصدق المصطفين نزول المياه، هل آمن الفترة دي ولا لأ؟ هو
هو طبعا الحمد لله في زي ما قلنا في الاول في اعتدال في سرعات الرياح في معظم المناطق وحتى كمان على البحرين الاحمر والمتوسط. وطبعا لو احنا بنتكلم على العلمين يبقى البحر المتوسط، البحر المتوسط معتدل تماما مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال الترزق، ارتفاع امواج ما بين 1 ل 1.5 متر فهو مؤهل تماما نقدر نستمتع بالاجواء بشكل كبير في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط وكمان الاماكن الساحليه المطله على البحر الاحمر. بس احنا دايما بنقول الاماكن المطله على البحر الاحمر طبعا قيم درجات حرارتها بتكون مرتفعه واللي بتتراوح ما بين 40 ل 42 درجه مئويه فتره النهار، فالاجواء في الاماكن المطله على البحر الاحمر تكون اكثر حراره طبعا من السواحل المطله على البحر المتوسط في الوقت ده من السنه. نرجع تاني ان الموجة مستمره معانا لحد امتى؟ هي على الاقل مستمره معانا اسبوع، يمكن لمنتصف الاسبوع اللي جاي على الاقل الموجه دي مكمله معانا، ما كانش كمان تكمل معانا على كله. ومع بدايه الاسبوع اللي جاي هيكون في مزيد من الارتفاع كمان في قيم درجات الحراره العظمى على القاهره الكبرى هتكون 39 درجه مئويه فتره النهار محسوسه طبعا تتجاوز يعني تقريبا الذروه لهذه الموجه الحاره هتكون من يوم السبت القادم. هتكون الاسبوع اللي جاي ان شاء الله في بدايه الاسبوع المقبل 39 عظمى على القاهره الكبرى. هي قيم درجات الحراره احنا بنسجلها قبل كده في موجات سابقه لكن هي الموجه دي طويله بشكل كبير يعني اسبوع او اكثر فهنستمد في ارتفاع قيم درجات الحراره فده ممكن ياثر علينا. وكمان احنا كل قيم اللي احنا بنقولها مع حضرتك هي قيم درجات الحراره مسجله في الظل بالظبط، تعرضي لاشعه الشمس في فترات الظهيره تحديدا هيخلينا نحس بقيم درجات حراره كمان اعلى من قيمه درجه الحراره المحسوسه. فعشان كده بس هنأكد على كل الساده المواطنين نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس في فترات الظهيره وخاصه في فتره الذروه اللي هي من 12 الظهر لحد 4-5 العصر، ولو انا في الشارع يكون بس معايا غطاء للراس يحميني من اشعه الشمس. يعني بنتمنى سلامه للجميع وبنتمنى ان ربنا ان شاء الله كده يلطف بينا في الايام اللي جايه دي في الحراره المرتفعه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بعيد الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده وهنبداها من القاهره العظمى 38 الصغرى 27 العاصمه الاداريه 38 27 اسكندريه 32 24 العالمين 31 23 مطروح 31 24 دمياط 31 25 بورسعيد 33 27 اسماعيليه 39 27 السويس 38 26 العريش 35 25 كاترين 34 19 طابا 39 27 حلايب 38 31 شلاتين 40 29 شرم الشيخ 41 31 الغردقه 41 30 الفيوم 38 24 بني سويف 38 25 الوادي الجديد 42 26 اسيوط 40 26 سوهاج 41 27 قنا 42 28 الاقصر 42 28 اخيرا اسوان 43 30. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس للأسف الشديد احنا هنبدأ موجة حارة وهي موجة شديدة الحرارة الفترة دي وهي موجة طويلة شوية فنخلي بالنا الفترة اللي جاية ان احنا ما نتعرضش لأشعة الشمس المباشرة خاصة لكبار السن والأطفال ولو مضطرين ان احنا ننزل قوي في أوقات الظهيرة والجو الحار نتمنى ان احنا نشرب كميات وافية من المياه وما نقفش في او التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة طويلة. هرجع مرة تانية لشاذلي ومنى عشان نكمل معاك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا وزي ما كنت بتتكلمي فعلا في ارتفاعات في درجه الحراره احنا لسه في اول يوم في الموجه وفي الوادي الجديد درجه الحراره وصلت ل 42 طبعا ربنا يكون في عون الناس وفي الصعيد بشكل عام درجات الحراره في وجهه بيكون مرتفع اكتر لكن برضو خلينا ناخد بالنا من بعض الاحتياطات كده قدر الامكان زي ما كانت دينا بتتكلم نحاول قدر الامكان ما نتعرضش لاشعه الشمس المباشره عشان ما نتعرضش لحاجه اسمها الاجهاد الحراري تحس ان انت موجود مش قادر تاخد نفسك مجهد مش قادر تقوم من مكانك وده بيأثر بشكل كبير جدا زائد ان احنا لما نتعرض لأشعة شمس بشكل مباشر وندخل على البيت على طول يا ريت بلاش مره واحده كده على المروحه او التكييف نهدى بس يعني ندي دقيقتين ثلاث دقائق نهدى وبعد كده ممكن نشغل المروحه والتكييف. البيت عاده بيبقى رطب اكتر من بره ويبقى الجو فيه درجات الحراره منخفضه اكيد عن بره فمجرد دخولك البيت بتبقى حاسس ان دخلت في تكييف طبيعي اصلا خلقه ربنا. بلس بقى فكره التهويه يعني الصبح لما بنصحى الصبح خالص لسه قبل ما تكون الشمس بقت شديده لما نفتح الشبابيك ونقدر ندخل نور ربنا والهواء بتاع ربنا ده بيأثر على التهويه الحراره اللي موجوده
بتتجدد الجو اللي موجود والهواء اللي موجود بيخلي الحراره زياده تخرج. دي حاجه من الحاجات اللي الناس بتبقى بتقول لك لا هواء التكييف هيخرج، هواء المروحه هيخرج. لا، على فكره ده بيعمل تجديد لتيار الهواء، وده بيبقى افضل بكتير جدا في الاحساس بعدم الحراره. بكل تاكيد.